نتمنى اذا ما زلنا في متابعه الاحتفاليه عبر ما زلنا في متابعه لهذه الصور بالتاكيد واجواء الاحتفالات لاهالي المفرج عنهم من الاسرى الفلسطينيين من امام سجن عوفر الافراج عن فلسطيني وفق صفقه تبادل اسرى بين حماس واسرائيل 39 مقابل 13 من الإسرائيليين. على العموم حماس أفرجت عن 24 13 من الإسرائيليين و10 تايلانديين وفلبيني، إذن 24 محتجزا، ولكن الصفقة الأساسية في اليوم الأول 13 مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين. وطوال 5 أيام ستشمل الصفقة 50 إسرائيليا مقابل 150 من الفلسطينيين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.